كون بخير، صحتكم، اموركم، احوالكم، كلشي هو هذاك. خصكم غير تشوفوني كندير هاد الفوريرات، عارفه ان القضيه ماشي هذيك القضيه طاح صخور هاد النهار. ايوا لالا، شنو درتي؟ قولي لي بعدا، غتكتبي لي دابا في الكومونتير اختي شنو درتي. واش وجدتي شي رمضان ولا ما وجدتي له والو؟ اختي رمضان راه ما بقى له والو، بقات له 15 يوم ان شاء الله. يا ربي وصلنا ليه من الصائمين والتوابون، يا ربي وصلنا ليه ندوزو داك الشهر ديال رمضان كامل، وربي تقبلو منا وما نديرو حتى خطا في داك رمضان. يا ربي يا ربي يا ربي وصلنا ليه في هذا النهار ان شاء الله. ربي اختي وصلنا لهذا رمضان ان شاء الله بالصحه والسلامه وبطول العمر والهدى. يجعل داك الطويبله ديالكم ينقص منها شي واحد، يا ربي امين. واختي قولي لي بعدا انت شنو وجدتي؟ كاين شي شباكيه؟ كاين شي سلو؟ انا نقول لكم شنو وجد. انا دوزتها قاصيتها، راكم عارفين لا سيتياسيون، بلا ما نبقى كل مره ندير لكم التكرار. ومازال ماشي ما مازالش، ولكن ان شاء الله رانا كنتعلى شويه بشويه. دابا اختي الغزاله ديالي غادي نوض نصب نطلمطي باش نفرج صالتي، حيت كيف ما كتعرفوا رمضان اختي كيخصو الطويبله تكون متوله وتكون الصاله متوله، ما تكونش بحال هكا. اويلي وحي واستغفرت الله العظيم، اويلي واستغفرت الله العظيم. شوفوا 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 صالتي كي دايره، وهما كيتشفوا فيا. وعاد نوريكم الله الا ما طرطقت باباها، غادي نطرطقها. وانا اختي انت طرطقي الصاله ديالك وجبدي داك الطلامط وصبنيهم، ما عندكش الماكينه، انا عندي غير البلاستيك وراني كنصبنهم فيها، ما عنديش المشكل. جبد من هنا وشفى وشلل هنا وعاود نشفى هنا. والا عندك شي زربيه طلعي حكيها، ضربي لي شي تحكه في السطح. دابا الوقت بدات كتزيان والربع بدا كينور والشمس بدات تطلع، وضربي ليها شي حكه وانا نوريك. يلا زيدي دابا معايا اختي نبداو بداك الطليمطات ديالي، هما الاولى ونطلعهم السطح كاملين. خويا الزوينين، شحال نتوما ناعسين هنايا؟ شحال نتوما ناعسين هنا؟ قولوا لي اختي. غنبدا بكم نتوما الاولى، ما غاديش نبدا بالمخاد. لا لا لا، غنبدا بالطلامط. هما الاولى هاد الدراري هادو، المهم اختي انا غادي كبيدات ديالي نوض اختي تنتي. وجبدي لا عندك شي شراوط، هادشي كله تصبن البنات قبل الطلامط وشفتهم وطلامط. يعني الحاجه اللي زوينه عندي في هاد المصبانه ما شاء الله عليها، تبارك الله على الحبيبه ديالي، كتنشف مزيان. يعني كتنشف كيخصك غير تضرب فيهم البرد، تعلقيهم في السراجم في البالكو في ما كان. المهم هنايا البنات كنطوي داك الحوايج كاملين اللي تصبنوا، غادي نضرب لهم الطويه هي الاولى، وغادي نمشي نديهم نستفهم هكا في بلايصاتهم. والحاجه اللي كندير انا دائما في شغلي، يعني ما كنحاولش انني نبقى كنعاين مثلا طلامط تصبنوا لي الطلامط وعاد نوض نقاد حاجه، لا طلامط كيتصبنوا انا كنقضي الحوايج الاخرين. الحوايج يعني غير اون فوا كينشفوا كنمشي كنهزهم الحاجه، يعني المصبانه اون فوا كتنشف لي الحوايج وكنخرجهم كنمشي كنشرهم، يعني غير كيضرب فيهم البرد صافي كنطويهم، يعني صافي باش كتقاد لك القضيه وكتصاوب لك. هنايا البنات داز ديريكتومون هاد المخدات، كنت كنقول زعما راهم نقيين، راكم كيف ما كتشوفوا راه كيبانوا يعني راهم نقيين، قلت بلا ما نصبنهم. وبالتالي قلت صبنت طلامط، ارى من نفرش بان الصاله كامله مصبنه، الزربيه مصبنه، الطلامط مصبنين، المخده مصبنين، المضمات لالتا السداد راه عندهم مضمات مصبنين، كلشي مصبن. وهكا البنات توجدوا على تاسيع، يعني ان شاء الله منين يجي رمضان الله يجيبو على خير، حنا اللي يوصلنا ليلو بخير وعلى خير، غادي تلقاو راسكم. هزه معايا حتى هي قال لك هزه معايا. المهم اختي راني هزه هادو، عرفتوا ثقال ديال بصحه البنات، عرفتوا راه شبكه ديال الطلام تبارك الله عليا وخلاص راني مكنش. دابا لقيتوني غادي نطلعهم نشرهم في السطح، وكنفكر كيفاش غادي ندير لهم، وقيله غادي نطلع بالطرف، يعني نبقى نطلع ونهود نعاود نطلع وتاني نهود، كنخاف نخلي ايرينا تما ومشكله. المهم دابا غادي نطلعهم هما الاولى. لا ما نخليكش في الدار، قالت لي فين تمشي معايا؟ سطاح تما الفوق، واخا تما بنتي غتمشي معايا لتما. ايوا صافي. المهم اختي تيا شنو درتي دابا؟ انت صبنتي طلامط وحتى لي اختي اون فاس ديالك، ما تخسري حتى شي حاجه وتحفزي وتحمسي. انا جبت طلامط كاملين ديال الدار، اختي كنمشي كنديهم كنخسروا عليهم الزبابل ديال الفلوس، وبالتالي ملي كيجيو ما مصبنينش كاع، كتبقي كتشوفي فيهم براق قليل براق قليل براق قليل. وسبابي خالتي مينا
كنا كنديهم للمصبانه اللي كيتصبنوا داكشي ايوا كنقول لهم صبنوهم لنا بالبرودوي عسو البرودوي الميطه كتقام علينا بالميطه وحده هكا طويله ما عادش فيها من الميط كتقام علينا بواحد 100 درهم 120 درهم الوحده عاد سيري واختي كتحسبي في الطلامط قال لك اسيدي كنصبنوهم لكم بلي برودوي بالبرودوي ايوا يا لالا اجي تشوفي البنات كتقام الميطه وحده كتقام بواحد واقيلا واش 80 درهم ولا ولكن الميطه طويله يعني كتهز لك جوج سدادر كتقام ديك الثمن ايوا قلت جوجي قال لك كيتصبروا بلي برودوي وهذا وكنصبروا لكم برودوي المهم كطيح لك واحد 400 درهم الطلانط كاملين بالمخاد ديالهم بكلشي 450 درهم على حساب فين ديتيهم ما خليت حتى بلاصه ايوا لالا ملي كنجيبوهم للدار كنلقاهم مطبعين عرفتوا باقيين مطبعين واش كيتضربوا غير بلا فابور ولا شنو جات خالتي داك المره باش كانت جات عندي هي والبنات مسكينه ناتس قالت لي راني صبرناهم دخلاتهم صبراتهم عرفتوا خرجوا كيتقشعوا غير في المصبانه ديالي قلت لها يا اختي ما كاين لا برودوي عندي لا والو ايوا انا من تما وانا كنصبنهم غير في الدار يلا اختي يلا يلا ساليت عرفتوا شنو انا وإلينا انا وإلينا لاعبين الحرب العالميه الثالثه تخيلوا هادشي تحبات هادي مالك اختي مالكي مالكي اختي شكون اللي هضر معاك وشكون اللي بقصك باش تفتحتي المهم قلت لكم البنات عرفتوا انا وياها موضوع الحرب العالميه انا وإلينا عرفتوا انا كنحيد لها اللعاب وهي كتجيب اللعاب انا نحيدو منها والسيده تجيبهم المهم ما نعاودلكمش ايوا صافي دابا طلعت الحويجات تيتنشرو بقاو غير داك المخدات الصغيورين راهم كيتصبنوا صافي لالا شطا ان شاء الله الا كتبنا الله وحيانا الله وهنانا غادي نضربوها بشي غادي نضربها نفرشوا الصاله اختي توحيش الصالتي نفرشها كتب عليك ايوا سير الله يخفيكم الحق بنت ادي وخوتكم المسلمين السلام عليكم عاد بنتي قالت لكم السلام عليكم يلا اختي يلا يلا زيدي قدامي زيدي معايا نضربها بواحد الشطيبه ويلي يا انينا شوفي بنتي اللعاب ما تجيبيهم ليش دابا يلا جمعي اللعاب في بلاصه جمعي يلا جمعي تما اللعاب يلا يلا جمعي برافو يلا يلا ديري كاع اللعاب ديالك سيري جيبي الاخرين راهم وحده اخرين راهم الاخرين يلا جري وراها مشتك هادشي راه ما يمكنش غادي نضربها بالتسييق لهاد الصاله كامله غتسيق ان شاء الله حتى الغدا عاوتاني تسييق دابا اختي بحرس سالي وبحرس سالينا طلمت وليني فيهم اختي تماره مسخت ايوا يا الكبيدات هنا صافي ضربتها بالشطيبه مع بنتي عرفتوا راه الوليدات اللي عندهم الولاد الصغار غيعرفوا انه الدار جامي تبقى لكم مجموعه امبوسيبل الا لا لحقاش اختي الفطافيط الفتافيت الفتفوتات الصغيورين اختي كيجيبوا اللعاب ديالهم كيجيبوا داكشي بزاف ديال الحوايج وداكشي علاش اختي ما كنقدروش نجمعوا ايوا اختي الله يخليهم لنا ايوا يا لالا اش غادي نقول لك ناري راه ما يمكنش هاد الصوره كتسي بواحد الراحه واحد الراحه راه ما يمكنش ايوا ان شاء الله غدا يا ربي الله يحيينا ويهنينا ان شاء الله الا كتب الله باش غنبداو ان شاء الله التحضيرات معكم ديال رمضان بغينا نديرو سلو بغينا نديرو بزاف بغينا نديرو شبكيه ماشي شبكيه البريوات بغيت ندير شي تويشات هكا ونديرهم في الكونجيلاتور المهم راكم عارفين معاكي كل انسان المرض والصيام وبزاف د الحوايج ان شاء الله والله يجي سيدي ربي يجمع شمنا انا وحميد يعني ان شاء الله قبل هذا رمضان ندوزو رمضان اونصومبل انا عاود لكم واحد الحاجه ماشي البارح والبارح والبارح جا حميد جا للدار الينا كانت كتبكي على واحد سميتو عيطت له قلت له راك ما بغات تسكت لي كاع جابها للدار قلت يمكن هذا النهار ما غيكون حتى شي حاجه ان شاء الله نكونوا مزيانين هذه فكيجيبها للدار البنات تخيلوا
قسما بالله العلي العظيم اقسم لا اله الا الله. وهاد النهار راه كي كيقول الاخر راه نصف شعبان ولا الايام البيض، البارح كان نصف شعبان، راه الايام البيض هادو يعني الحلوف يا يكون صادق يا ما تحلفيش كاع. وانا ما خصنيش نحلف اصلا، ما خصش الانسان يحلف على اي حاجه، اللي بغى يثق يثق، اللي ما بغاش يثق فهذيك حريه شخصيه ديالو. قلت لكم والله البنات العظيم انه جاب لي داك الشيء، جاب لها داك كورني ديال الشوكولات كانت كتبكي عليه، وجاب لها الحليب، جاب لها ليكوش وداك الشيء، ايوا وجيب لي انا مالكه، جابو فتح الباب حطو، قلت له غير دخل، علاش حطو غير في الباب دخل. هضرنا انا وياه، بقينا كنهضروا على شي حوايج، اقسم بالله العلي العظيم انه مع الربعه الصباح ناضت الروينه. زدنا تاكدنا انه ديال بصح ما خصوش يكون معنا في الدار، ديال بصح شفتوا شنو هي الروينه، يعني انه ان الا بقينا انا وياه في الدار راه واحد غيدير كارثه لواحد، راه صافي راه ناضت الروينه، عرفتوا الميور السبان الغوات على والو. واخ على والو البنات، على والو، على والو. تخيلوا نوضنا واحد الروينه، غنتفكر تاع علاش نسيت، تاع علاش نسيت، اقسم بالله الا نسيت تاع علاش، زعما علاش بدات داك داك الدباس. على التليفون الينا، تفكرت على التليفون الينا، انا كنحيد لها التليفون، هي كتبكي، هذا راكم عارفين. صافي من هنا لهنا، من هنا لهنا نوضنا الروينه ديال بصح، ديال بصح الدق والتشنضيل، راه الغوات انينا مسكينه كتخلع، كتقول لنا صافي. وتخيلوا مشى هو خرج، مشى بحالاته، صافي مشى، صافي داك الساعه تاكدنا، قلت له الله يرحم الوالدين، خليك انت بعيد، انا خليني بعيده، انا خليني انت بعيد وانا بعيده، خلينا نبقاو لاباريين ان شاء الله يكون الحل. ما كانش الحل، ما عندنا ما نديرو، يعني ما يمكنش نبقاو هكا حدا البنت والبنت صغيره، وحق لا اله الا الله الينا بقات كدير بحال هكا بحال هكا. واش دابا هي دير هكا؟ واش دابا هي بنيته صغيره دير ديك الطريقه ديال انت مشيت لك بنتي شعرك صافي؟ يلا نوضي سيري، انت مشيت لك شعرك واجي تباني حدايا. شتو هي بوحديتها تخيلوا كدير بحال هكا بقوه داك الشيء اللي شافت. فالله يجمع الشمل يا ربي، والله ياخذ الحق في اللي كان سبب 100%. الله يرضى عليك 100% البنات. كاينه شي حاجه هنايا في الدار 100%، كاينه شي حاجه في الدار، يعني خصني حتى تجي ماما عندي وداك الشيء ونجبدوا هذا الشيء كامل ونقلبوا. لقينا هي ما لقيناش، غادي نبقاو غير القران. انا يعني ما كنطفيش القران التلفازه بتاتا، ما كنطفيش، والله يدير لنا تاويل الخير هذا الشيء اللي كاين، ودعواتكم تنتوما. والغريب انه برا راه ما يمكنش، برا راه بزاف، راه ما كيكون حتى مشكل. انا نبقى نغوت هو كيتكالما، ولا هو يغوت انا كنتكالما، هنا في الدار حتى واحد فينا ما كيتكالما. جينا المساكن راه الله يحسن العوان، ميسا يكون ناعس يسمع الغوات، من الاحسن تيتهدن صافي الينا، تيتهدن ان شاء الله هذا الشيء يتهدن ويتكالما ويتسالى، حيت حنا عارفين انه هاد العواشر كيدوزوا علينا هكا. واخا حنا عارفين انه هاد العواشر كيدوزوا علينا هكا دائما، كيدوزوا علينا بهذه الطريقه، تيتكالما هاد الشيء ان شاء الله. وداك الساعه دابا نرجعوا، هي هادي، ما كان شيء، ما عندنا ما نديرو، حنايا غنديرو السبب والكمال على الله سبحانه وتعالى. يلا البنات تهلاو لي فراسكم، نتلاقاو في فيديو جاي، باي باي ليكم.